بكم مشاهدينا الكرام في بداية نشرة الأخبار من الموريتانية والتي تتابعون فيها. بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يشيد بمستوى علاقات التعاون والأخوة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. توقيع اتفاقية قرض بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية مخصص لدعم مشروع الركيز الزراعي واستصلاح آلاف الهكتارات الزراعية في الحوضين. بلادنا تخلد اليوم العالمي لمحاربة السيدة، ووزير الصحة يؤكد أن مكافحة هذا المرض تحتل أولوية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته اليوم برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أكد له حرص بلادنا الدائم على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز اليوم برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية إفريقيا الوسطى السيدة كاترين سامبا بانزا بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الإرادة الراسخة لتنمية وتعزيز علاقات التعاون التي تربط البلدين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز اليوم برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية رومانيا تريان باسيسكو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وشدد رئيس الجمهورية للرئيس الروماني حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة في البلدين الصديقين خدمة لمصالح شعبيهما. ووجه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز اليوم برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية رومانيا المنتخب السيد كلاوس يوهانيس بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية رومانيا الصديقة. وأكد رئيس الجمهورية في هذه البرقية حرص بلادنا على تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الذي يزور بلادنا حاليا. جرت المقابلة بحضور السيد سيدي ولتاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبعد المقابلة أدلى المسؤول السعودي بتصريح لقناة الموريتانية قال فيه: أنا سعيد في هذا اليوم أن في خلال زيارتي لموريتانيا الشقيقة أن أتشرف بمقابلة فخامة الرئيس، وخلال هذا اللقاء يعني تقدمت له تحيات خادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي فخامته وللشعب والحكومة الموريتانية الشقيقة، وأشدت بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضحت لفخامته أهمية زيارتي لموريتانيا وهو لمتابعة نشاط الصندوق السعودي للتنمية ولتوقيع اتفاقية قرض مشروع زراعي بمبلغ 34 مليون دولار، إلى جانب أنه سيكون لي فرصة اللقاء مع المسؤولين في الحكومة الموريتانية لبحث أولويات مشاريع التنمية وما يمكن أن يقوم به الصندوق من جهد في دعم تنفيذ هذه المشاريع والمساهمة في تمويلها. عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم جلسة علنية تحت رئاسة نائب رئيس الجمعية السيد محمد غلام مولى الحاج الشيخ، وناقشت الجلسة مشروع القانون الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي اتفاقية كامبالا لحماية النازحين.
خصصت هذه الجلسة العلنية التي ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد غلام للحاج الشيخ، خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 234/2013 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في إفريقيا، اتفاقية كيمبالا، الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 27 يناير 2013. مثلت الحكومة في هذه الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغرب العربي والشؤون الإفريقية والموريتانيين بالخارج السيدة هندو متعينينا، بعد قراءة بيان اللجنة من طرف مقررها النائب أحمد للسيد، توالت مداخلات النواب والتي تركزت حول كيفية تطبيق الاتفاقية في بلادنا وضرورة توافقها مع القوانين الموريتانية وعلاقة الاتفاقية بوضعية اللاجئين الماليين. السادة النواب أكدوا على أهمية هذه الاتفاقية ودورها في مساعدة النازحين داخليا من خلال وضع إطار قانوني ينص على واجبات ومسؤوليات الأطراف وواجبات ومسؤوليات المجموعات المسلحة والأطراف غير الحكومية والأطراف الأخرى ذات الصلة. الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغرب العربي والشؤون الإفريقية والموريتانيين بالخارج السيدة هندو متعينينا، وخلال ردها على أسئلة واستشكالات السادة النواب، أوضحت أن الاتفاقية تتعلق بالنازحين داخل الدولة بفعل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة أو لضرورة إخلاء منطقة لتنفيذ مشاريع تنموية، مؤكدة أن الاتفاقية تعتبر مكملة لمجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تدخل ضمن سلسلة اتفاقيات أقرتها الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي ووقعت عليها بلادنا. وفي الأخير صادق السادة النواب على مشروع القانون. أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية على توقيع اتفاقية قرض مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، يقدم بموجبها الصندوق لبلادنا قرضا يناهز 10 مليارات من الأوقية، وسيخصص هذا التمويل لدعم مشروع الركيز الزراعي، كما يهدف إلى استصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في الحوضين. بموجب هذه الاتفاقية بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية، سيقدم الصندوق قرضا لبلادنا بقيمة 127 ريالا سعوديا مخصصا لتمويل مشروع الركيز الزراعي. وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته بهذه المناسبة أكد أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار الشراكة الدائمة بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية في مختلف المجالات. لقد ظل الصندوق السعودي للتنمية على مر العقود الأربعة الماضية سباقا في مواكبة الجهود التنموية لبلادنا عبر تقديم تمويلات سخية أسهمت في تمويل جملة من المشاريع الحيوية في مجالات مختلفة، أذكر منها على سبيل المثال الحصر، قطاع المياه، قطاع الطاقة، المعادن، الطرق، الصحة، التعليم، الزراعة إلى آخره، وكلها مشاريع كان لها الأثر الإيجابي الملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان. لا يسعني صاحب المعالي والأخ الفاضل إلا أن أجدد لكم الترحيب لكم ولوفد المرافق لكم في بلدكم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيا لكم مقاما طيبا بين ظهراننا، ومجددا الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على وقوفها الدائم ودعمها السخي للإخوة الموريتانيين، للدولة الموريتانية وللشعب الموريتاني، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. بدوره المهندس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، ذمن هذه الاتفاقية مضيفا أنها ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تحسين الإنتاج الغذائي للمواطنين. إن الصندوق السعودي للتنمية يتابع باهتمام الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية من أجل النهوض بالبلاد في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الحكيمة التي تتخذ من أجل التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار، والعمل على توفير الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن الموريتاني. وبتوقيع هذه الاتفاقية سيساهم مشروع الركيز الزراعي في دعم اقتصاد السكان في مناطق المشروع،
من خلال تهيئة واستصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، كما سيساهم في الرفع من المستوى المعيشي للسكان عن طريق توفير فرص عمل وزيادة دخل المزارعين. أصدر البنك المركزي الموريتاني ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 أوقية، وتتميز الورقة الجديدة بكون اللون الأزرق هو المهيمن ومقاس مختلف، كما تتوفر على عناصر الأمان الكافية لضمان عدم تزويرها. ويتم تداول الورقة الجديدة من فئة 1000 أوقية في آن واحد مع الورقة النقدية القديمة. أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صباح اليوم في مدينة كيهيدي على افتتاح ندوة علمية حول دور قطاع الشؤون الإسلامية في القضاء على آثار الاسترقاق. تنظم هذه الندوة الثالثة من نوعها بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين، ويستفيد منها فريق من الأئمة وشيوخ المحاضر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بعد نواكشوط والنواذب تأتي مدينة كيهيدي لتحتضن الندوة العلمية الثالثة من نوعها ينظمها قطاع الشؤون الإسلامية حول دور القطاع في القضاء على آثار الاسترقاق. هنا بإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وبالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين وتزامنا مع فعاليات الاحتفاليات المخلدة لذكرى 54 للاستقلال الوطني، يلتئم هذا الجمع من أئمة وشيوخ محاضر لمدارسة ومناقشة السبل الكفيلة بصياغة مجتمع موريتاني ينعم بالحرية والانعتاق وبالانسجام والوئام. إن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لعاقدة العزم على محاربة مخلفات الاسترقاق، وذلك من خلال بحث معمق عن أسباب هذه الظاهرة وتجلياتها المختلفة في بلادنا والتصدي لها على جميع الأصعدة، انطلاقا من رؤية متبصرة ونهج قويم، حيث رسمت خطة متكاملة وفعالة لمشاركة القطاع في الجهود التي تنتهجها الدولة في سياستها العامة في جميع المجالات الحيوية. وستشهد في هذا الإطار كافة مدن وقرى وأرياف الوطن أنشطة مقننة، من بينها الندوات والملتقيات وتوظيف المنابر الدينية وزرع المحاضر النموذجية خاصة في المناطق الأقل حظا من التعليم والأكثر فقرا وهشاشة، هذا مع التكوين المستمر لأئمة المساجد وشيوخ المحاضر واستغلال وسائل الإعلام المختلفة. وسعيا من رابطة العلماء الموريتانيين إلى المساهمة بفاعلية في الجهود الهادفة إلى استئصال معوقات التنمية، كانت هذه الندوة مفصلة على مقاس تحدي الاسترقاق. إن هذا الملتقى الذي يعالج قضية اجتماعية ضاربة في التاريخ عاشتها البشرية جمعاء ولبلادنا منها نصيبها ليعتبر ذا أهمية بالغة، وإن حضور معالي الوزير وإشرافه شخصيا على هذا الملتقى ليترجم عناية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بعلاج هذا النوع من القضايا الاجتماعية وغيرها، وإننا بهذه العروض التي سنستمع إليها إن شاء الله تباعا خلال هذه الأيام وهذه النقاشات المباركة سوف إن شاء الله نسهم جميعا في محاولة إزالة هذه العوائق التي لا زالت تعيق بعض مجتمعنا وما زالت تؤدي لبلادنا نوعا من التأخر عن التطور والازدهار الذي نصبو إليه جميعا والذي تستحقه بلادنا بحق. عمدة مدينة كيهيدي تحدث باسم السكان عن الآمال التي يعلقونها على تنظيم مثل هذه الندوات، وقال إن مدينته هي أهل لاحتضان مثل هذه الأنشطة وإنها تبارك وترحب. الندوة تدوم 3 أيام وتتنوع فيها المحاضرات ويتعدد المحاضرون. انطلقت اليوم بمدينة نواذيبو انطلق إشغال الملتقى العلمي حول تقييم المخزونات البحرية وتسيير المصايد ودراسة بيئتها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا.
ويهدف هذا الملتقى المنظم من طرف المعهد الموريتاني للبحوث والمحيطات والصيد إلى دراسة وتحليل مختلف القضايا والإشكالات المطروحة بغية الحصول على الإجابات العلمية الرصينة عن مواردنا البحرية. تجمع مجموعة العمل الثامنة الخاصة بتقييم المخزونات البحرية وتسيير المصايد ودراسة بيئتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا أزيد من 100 من الباحثين والخبراء في مجال المحيطات والصيد الوطنيين والدوليين. وستتضمن هذه الندوة العلمية التي داب المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد على تنظيمها الغوص في مواضع علمية تعالج وضع مخزوننا البحري وإمكانيات استغلال أهم الأنواع المصطادة وتوصيف الأساطيل التقليدية والساحلية والصناعية. وسيمكن هذا اللقاء العلمي من وضع تصور للإجراءات التي يجب اتخاذها على ضوء النتائج والمعطيات العلمية المحينة من أجل استصلاح وتنظيم القطاع. وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني والشروقة أكد أهمية الصيد البحري في الاقتصاد الوطني والآمال المعلقة على هذا اللقاء العلمي في ديمومة ثروتنا البحرية. اسمحوا لي بأن أرحب بكم وبأن أعبر لكم عن امتناني لحضوركم معنا أعمال فريق العمل الثامن حول تقييم المخزونات البحرية وتسيير المصايد ودراسة بيئتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا المنظم من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. كما أود كذلك أن أشاطركم خبرتي بوجود هذا العدد الكبير معنا من الخبراء والإخصائيين بالمعاهد والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية استجابة لدعوتنا ولمشاركتنا البحث عن حلول لتحديات تنمية قطاع الصيد التي يتعين على بلادنا رفعها. سيداتي سادتي، إنكم بكل تأكيد لتدركون أكثر من أي كان المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني. هذا القطاع الذي يعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الموريتاني، الشيء الذي جعل منذ سنوات أولية تنميته خيارا استراتيجيا. يمكن التحسن المطرد في المعارف العلمية لمواردنا البحرية المتقلبة من ضمان التسيير والاستقلال المستديم. تلكم هي الاهتمامات الأولى لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الذي يولي عناية خاصة لتحصيل وتعميق المعارف العلمية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستديمة ولبلوغ مصافي الأمم المتقدمة. المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد السيد محمد مبارك السويل مرحب بالمشاركين في الندوة العلمية مستعرضين الجهود العلمية لهذا المعهد في تطوير وتنمية الموارد البحرية. تقوم مؤسستنا بوظفها جهاز للبحث التطبيقي بترجمة انشقالات وأهداف التسيير المعقلن والمستدام للموارد البحرية وبيئتها في برامج علمية محددة في الاستراتيجيات القطاعية المصادق عليها من طرف الحكومة. ومن أجل القيام بهذه المهمة الأساسية في اتخاذ القرارات يقوم المعهد بإعداد مخططات خمسية للأنشطة البحثية المعتمدة والمصادق عليها من طرف مجلس علمي مكون من أخصائيين وطنيين وأجانب رفيعي المستوى. وينتظر من هذا اللقاء العلمي الذي يدوم 6 أيام أن يخرج بتوصيات هامة يعول عليها في تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية للصيد انطلاقا من معطيات علمية واضحة. خلدت بلادنا صباح اليوم على غرار المجموعة الدولية اليوم العالمية لمحاربة السيدا تحت شعار صفر عدوى جديدة صفر تمييز وصفر وفاة جديدة مرتبطة بالسيدا. وقد أشرف وزير الصحة على هذه الفعاليات المخلدة لهذا اليوم والمنظمة من طرف الأمانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيدا. منذ سنة 2011 قررت المنظومة الدولية تبني شعارا يقضي على 3 أمور تتعلق بمرض السيدا وإيصالها إلى مستوى الصفر: صفر عدوى جديدة، صفر وفاة بسبب السيدا، وصفر تمييز. وبالرغم من الجهود المبذولة لذلك ما زالت 35 مليون شخص مصاب بالسيدا في العالم.
مع انخفاض نسبة الإصابة الجديدة بنسبة 38% سنة 2001. وعلى مستوى بلادنا تم إطلاق استراتيجية وطنية للقضاء على المرض قائمة على الفحص والعلاج، كما تم فتح مراكز للكشف المجاني السري والطوعي. تمثل مكافحة السيداء أولوية في إطار السياسة الوطنية للصحة التي ترتكز على التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وقد جسدت هذه الأولوية في استراتيجيات ومقاربات ترجمت على أرض الواقع في خطة عمل حكومة الوزير الأول السيد يحيى الحدمي. ومن أجل التعاطي مع إشكالية السيداء بشكل إيجابي، فإن بلادنا ستركز على حقوق الإنسان، خاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيداء، كما ننوي فتح وحدات جديدة للتكفل في مختلف ولايات البلاد في القريب العاجل، وسنواصل المكافحة ضد كافة أشكال الوصم والتمييز المرتبط بالسيداء، إضافة إلى محاربة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات طبقا لأجندة النوع المعتمدة في بلادنا. وأوضحت الأمينة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيداء الدكتورة دونغو سالابا بأن بلادنا تحتفل هذه السنة على غرار المجموعة الدولية بهذا اليوم تحت شعار الاختبار والمعالجة، وأن بلادنا قامت بالاشتراك مع 5 دول إفريقية في المنطقة من أجل النفاذ الشامل لخدمات محاربة الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس بأنشطة مهمة لمحاربة هذه الأمراض من خلال توفير الفحص والبقاء للعلاج مجانا على جميع المستويات. وقالت إن مقاربة موريتانيا في هذا الشأن لسنة 2015 ستحد من انتقال هذا الوباء وتحسن صحة الأشخاص المعايشين له. وتحدثت منسقة برامج الأمم المتحدة في بلادنا الدكتورة كومبا ماري غاديو عن وباء السيدا، مذكرة بالمقاربة التي وضعتها الأمم المتحدة لسنواتها الخمس المقبلة والتي ستمكن من وضع حد لانتشار وباء السيدا مع حلول عام 2030. وأكدت أن هذه المقاربة ستمكن من تجنب حوالي 28 مليون إصابة جديدة بهذا المرض. وخلال الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة السيداء، تفقد وزير الصحة تجهيزات طبية متخصصة في متابعة المرض والتكفل لصالح الولايات الداخلية. كما تفقدت الأمينة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيداء المركز الصحي ابن سينا بعرفات، واطلعت على عمل المركز المتخصص في الوقاية من نقل المرض من الأم إلى الجنين. وبمقاطعة الرياض زارت مركزا للكشف الطوعي التابع لمنظمة مامي، وأشرفت على افتتاح يوم تحسيسي حول خطورة المرض منظم من طرف شبكة ريماب الغير حكومية. في إطار النشاطات المخلدة لذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني، أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة زوال اليوم بمقاطعة الميناء على تدشين مركز التكوين والتركية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. ويقوم هذا المركز بتركية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال خدمات مجانية تشمل الكفالة المدرسية وتوزيع حقيبة التلميذ والنقل. بقطع هذا الشريط الرمزي من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، يفتتح فرع مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال بحي الترحيل في مقاطعة الرياض. وسيقوم هذا المركز برعاية وحماية الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة في هذه المقاطعة. لقد عمل المركز منذ إنشائه على فتح فروع جهوية في كيف ونواذيب وروسو، بالإضافة إلى فرعي مقاطعتي الميناء ودار النعيم وفرع الرياض الذي تشرفون اليوم ومعالي الوزيرة على تدشينه. ويهتم المركز بجميع فئات الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة، أطفال الشارع، أطفال فاقد السند العائلي، والأطفال المتشردين والمتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا العنف العائلي. وقد استقبل وأهل المركز حتى الآن 3958 طفل في وضعية صعبة، من بينهم 342 من الأطفال فاقد السند العائلي، و201 من الأطفال الجانحين والأطفال ضحايا العنف الأسري، و3515 من أطفال الشارع والأطفال المتشردين والمتسربين من المدارس.
وقد تجولت الوزيرة داخل قاعات المركز وتلقت شروحا من قبل مديرة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال الدكتورة الزينة بنت محمد الأمين. تناولت التخصصات التي سيقدمها المركز للأطفال ذوي الوضعيات الصعبة في حي الترحيل بمقاطعة الرياض. وفي هذا الحفل المقام بالمناسبة أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على توزيع نماذج من المشاريع المديرة للدخل وبعض المواد الغذائية لصالح الأسر القاطنة في هذا الحي. وفي مقاطعة المنى أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على تدشين مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال الهادف إلى تمدرس الأطفال الذين لهم احتياجات تربوية مع وجود صعوبات في مجال التعليم، إضافة إلى تهذيب وتكوين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ذات الصلة بالإعاقة أو بالمرض المعيق. لقد أنشأ المركز لتطوير وترقية الأطفال ذوي الإعاقة بعدما كان عبارة عن مدرسة الصم والمفهوفين المنشأة سنة 1985. بعد صدور قرار الإنشاء قيم بالعديد من الإنجازات، منها إدخال بعض التحسينات، طالت المبنى القديم للمدرسة ليتماشى مع أهداف ومكانة المركز، وذلك على الميزانية الخاصة للمركز مع ضمان مجانية جميع الخدمات التي يقدمها المركز التربوية منها والكفالة المدرسية وتوزيع حقيبة التلميذ والنقل. يدرس فيها المركز فئات الصم المكفوفين المتأخرين عقليا الذين سيتم استقبالهم إن شاء الله لاحقا بعدما تهيئ لهم الظروف. وداخل قاعات المركز تلقت الوزيرة شروحا من قبل مدير المركز السيد عبد الرحيم الحمادي، أوضحت المهام الموكلة إليه المتمثلة في التكوين المعنوي المناسب لاحتياجات الأطفال المكفوفين والصم البكمي والمعتلين عقليا، إضافة إلى إنتاج الدعامات التربوية لترقية تعليم الأطفال المعاقين. أشرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ليلة البارحة بمباني إذاعة موريتانيا على حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتنظم هذه المسابقة خلال شهر رمضان المبارك وتعرف مشاركة واسعة من مختلف المحاضر. لحضور لفيف من العلماء والفقهاء والأئمة ورجال السياسة والأعلام، وتحت خيام موريتانية أصيلة نظمت إذاعة موريتانيا حفل توزيع الجوائز الخاصة بنسخة الثالثة من المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. جوائز مالية معتبرة وتذاكر حج وعمرة وكتب نفيسة في مجال الفقه والأصول تم توزيعها على الطلاب الفائزين في المسابقة والشخصيات المحضرية لهذه السنة والتي تم اختيارها عن طريق القرعة، إضافة إلى الطواقم الصحفية والفنية التي تعمل في إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة والمشرفة على بث وإعداد هذه المسابقة التي عرفت مشاركة واسعة من جميع المحاضر على عموم التراب الوطني. المدير العام لإذاعة موريتانيا سيد محمد الشيخ السيد محمد قال إن هذه التظاهرة تأتي تجسيدا فعليا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة الاعتبار لمحاضرنا وإحياء دورها الرائد في نشر القرآن الكريم والعلوم الشرعية. يكون أن نهجا قويما اختط منه المأمورية الولاية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، الذي قرر أن يعطي للمحضرة والمئذنة السيادة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد مقاربة نصف قرن لم يكن لهم تلك المكانة في هذه الجمهورية. كان استقلال النشيد والعلم كما كان رسم الاعتناء بالقرآن الكريم في هذه الجمهورية محدودة. المحضرة صنعت لنا الوحدة العقدية والدينية والفكرية، يجب أن نصون هذه الوحدة الفكرية وأن ندافع عنها وأن نقيم العودة بها وأن نرد بها على كل من يريد تقسيم وطننا على الأرض أو تقسيم شرائحنا قبائل وطوائف أو محاولة توجيه السلطة المدرسة والإعلام والدولة لتكون دولة علمانية. وخلال حفل اختتام النسخة الثالثة لمسابقة القرآن الكريم تم تكريم علماء أجلاء ذا عصيتهم في المشرق والمغرب،
وألفوا كتبا في شتى مجالات العلوم الشرعية، كما تم تكريم محاضر ومدارس عريقة كانت وما تزال مصدرا لدين العلوم والمعارف وتخريج مئات الطلاب من حفظة كتاب الله. ويدخل تنظيم هذه المسابقة في إطار تحول تاريخي عرفه قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة، عاد لبلادنا موقعها الدولي كبوابة رئيسية لنشر الإسلام وتكريس ثقافة التسامح والتآخي بين شعوب العالم. أشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن المكلفة بمكافحة آثار الاسترقاق ومحاربة الفقر وبالدمج في قرية كوسنا تابعة لمركز بصالة الإداري بالحوض الشرقي أشرف على تدشين العديد من المنشآت التعليمية والدينية. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الإنجازات التنموية التي أطلقتها الوكالة مؤخرا في مختلف ولايات البلاد. إنها مظاهر معبرة تنمو عن ارتياح مواطنين وجدوا ضالتهم بعد أن كسرت الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الرق ولمكافحة الفقر وللدمج جدار التهميش الذي عانوه لفترات طويلة، وشيدت على حطامه منشأة صحية كانوا في أمس الحاجة إليها. إنهم سكان قرية كوسنا التابعة لبلدية مركز فصال الإداري بأقصى شرقي البلاد، وهم يعيشون فرحة الذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني، وأولى فرحة بتدشين أول مركز صحي بهذه القرية النائية بولاية الحوض الشرقي. السنوات الأولى من توليه الرئاسة الجمهورية كانوا ياسر من المشاكل انطرحها للبلاد، منهم قضية الأمن اللي تعرفوا اللي خبر فيها أنتم من كل حد، ومنها قضايا اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية يلا تتسوى ومالية. إلين الحمد لله وقفت البلاد على ما قفها، قرر مولي عن يلا تعدل لفتة خاصة للناس الفقيرة والضعيفة، إياك ما تبقى وياك يعدل تمييز إيجابي كانت تتقدم معاه الموريتاني الآخرين. هذا إياك تعود عندكم صورة عن اهتمام الرئيس بوضعية الفقراء، وانتم هم اللي سميتوا رئيس الفقراء. نقول لكم عن نقدوا نضمنوا استقلال موريتانيا، ونقدوا نضمنوا أمنها، ونقدوا نضمنوا وجودها إلا بالوحدة الوطنية. والي ولاية الحوض الشرقي ثمن هذه المنشأة الخدمية التي ستمكن سكان القرية من التغلب على الكثير من المشاكل الصحية. اللي لوا 15 لا يعود تقريبا جيناكم هون مولي بنفس المهمة، أننا اخترنا كان خياركم أنتم، والله ما طلبكم أنكم تختاروا عدل لكم طب، والتزم به وجازيه بالأحسان وطرح الحجر الأساس وذوه جدارك لا يدشن. نائب مقاطعة باسيكنو السيد محمد محمود والسيدي والحنن أشاد باسم سكان المقاطعة هذا الإنجاز، واعتبره خطوة تفتق الأمل أمام سكان هذه المنطقة الذين يعانون نقصا كبيرا في البنى التحتية الأساسية. وكان العمدة المساعد لبلدية مركز فصال الإداري السيد البخاري والأحمد قد قال بأن الوكالة أوفت بتعهدها تجاه سكان القرية، حيث شاركتهم الرأي في أولوياتهم مارس الماضي ووضعت الحجر الأساس لهذا المركز الصحي في يوليو، وها هي تسلمه في نوفمبر من نفس العام. سكان قرية كوسنا ثمنوا جهود الدولة المبذولة من خلال تدخلات الوكالة الوطنية التضامن الرامية إلى العناية بالمهمشين. معيدينهم على هذا الطب اللي قدرونا زين وفاصلين فيه. هذا الطب ما عنده مثيل عندنا، ما نقدر نعبره. شكر للسيد الرئيس الذي عدلونا هذا الطب موجود هون في قرية كوسنا. وتواصل الوكالة الوطنية التضامن رسم البسمات على كل الوجوه الشاحبة في أي نقطة من الوطن مهما بعدت المسافات. آمنة تمتيب للموريتانية من قرية كوسنا التابعة لمركز فصال الإداري بولاية الحوض الشرقي. نظمت وكالة أطلس إنفوت ليلة البارحة حفل عشاء دخل له نقاش مفتوح حول دور الإعلام في تكريس الوحدة الوطنية، إضافة إلى تقديم مسيرة الوكالة في الفترة المنصرمة. الحفل كان فرصة جمعت لفيفا من رجالة الفكر والسياسة والإعلام، وعلى منصة الخطابة تناول عدد من المتدخلين قضية الوحدة الوطنية وسبل الحفاظ على مقوماتها، وأجمعوا على الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في تقوية اللحمة وأواصر الأخوة بين مكونات الشعب الموريتاني، مؤكدين أن تعزيز الوحدة الوطنية يشكل إحدى أولويات العمل الإعلامي.
مدير موقع أطلس إنفو سيد أبي ولبونة شكر في مداخلته الحاضرين، موضحا أن الهدف من هذا اللقاء هو منح فرصة للمفكرين والإعلاميين للإدلاء بآرائهم في واقع الإعلام ودوره في تكريس الوحدة الوطنية. لا يخفى عليكم ما للوحدة الوطنية والتي هي عنوان هذا الحفل من أهمية في أي زمان وأي مكان، لأنها تعتبر حجر الزاوية في أي تنمية وأي ازدهار وتطور للأمم والدول. لذلك يأتي هذا الحفل وهذه الندوة كمساهمة منا في إثارة هذا الموضوع وإثرائه بآرائكم ومقترحاتكم. فالبعض من آبائنا الحاضرين أطال الله بقاءهم قد واكبوا الإرهاصات الأولى لقيام الدولة ومخاضها العسير حتى ولادتها. تقع مقاطعة بير مقرين في أقصى شمال البلاد، حيث تعمل السلطات العمومية على توفير مختلف الخدمة التي تحتاج إليها ساكنة هذه المقاطعة من خلال مشاريع تنموية تنفذها مختلف قطاعات الدولة. مختار بابا والأحمد. ليست هذه إحدى المدن الموريتانية القديمة التي تصنف ضمن التراث الوطني، ولا هي من المدن التي استفادت في الماضي البعيد من البرامج التنموية، بل هي مقاطعة بئر مقرين التي تبدو وكأنها ولدت من جديد بعد السنين من الإهمال واللامبالاة والنسيان. سكان هذه المقاطعة الذين استبشروا خيرا بمستقبل واعد لمدينتهم قالوا إن بوادره بدت تتضح أكثر عندما زارهم رئيس الجمهورية. البنى التحتية الأساسية عاد موجودة في المدينة، دائما نطالبوا في المزيد منها، من هاي الأشياء اللي نطالبوا بيها تخطيط المدينة وبنائها بناء عصري، لأن المدينة ما زالت مظهر قديم ما هو لائق، مبني أساسا بالطين، وهذا يعود قاعد طبعا إلى ضعف السكان. ولذلك نختار الدولة تدخل في ميدان إعمار هذه المدينة وبنائها وبناء عصري وتزويدها بالمواد والآلات الأساسية من أجل إقامة هذا البناء. بناياتها ما فيها شيء نافع، أسوأ شنو طايحة على رؤوس أهلها. يا الله تندار لها، إذا ما خلق شيء تندار لها بعد شركة تعود بعد فيها السمو، والله فيها الحديد تعود إلى منها قديش برشي قد يبني شيء قوم به الشاشرته. هون طب زين يقير ما فيه الآلات فيه ما يخالق. في أقل من عقد من الزمن اكتملت أو تكاد جميع المرافق الضرورية التي تضمن العيش الكريم للسكان في هذه المقاطعة من صحة وتعليم وماء وكهرباء. بير مقرين أعطى عناية خاصة باللي الحمد لله المياه ما كانت خالقة، كنا نشربه من 100 كيل نشرب البريقة بالفوقية. اليوم عدلوا فينا التبرات وعدلت فينا تصفية وعدل فينا طب حديث من نوعه في الولاية، وبتناو فينا المدارس وعدلوا فينا المشارع الصغيرة اللي وعدل التنموية الحمد لله. يوم هذا هو اللي ينجز وبتناو فينا بتنات فينا الحمد لله دار السيد الحاكم ذيك عاتلي توب، وبتناو مكاتب احنا عندنا لا شيء معدل من الخمسينات. هذا بيروهات الحاكم اللي هون موجودين معدلين اصلا من الخمسينات. اللي مازال خاصنا شنو هو انه مطارنا مطار متهالك نختيروه يعدل، نختيره مولي تبتنان تعدل لنا هون ثانوي. ما شهدته مقاطعة بئر مقرين في الفترة الأخيرة من إنجازات كان حلما صعب المنال خيمت أشباحه طويلا على الساكنة، لكنه تحقق بشهادة المنتخبين والأطر. هاي مقاطعة كانت ناية ما فيها شس وشنه، نعرفه هنا تياها المعلمين يجهون بوت واحد عام ما قد يتصل به، ما في اتصال لا في الكهرباء، ركعت في الكهرباء الحمد لله 24 في 24، في اتصال في الانترنت، والحمد لله مساء بار رئيس قرار قضية هاي لفونداسيون عادت الحمد لله بنات طب وبنات جابت امبيلانس وعادوا الأمور ما شاء الله كما ينبغي. بحجم الإنجازات التي عرفتها بئر مقرين مؤخرا، ما يزال سكان هذه المقاطعة يتطلعون إلى المزيد من الاهتمام، خاصة ما يتعلق ببرامج تنمية المنطقة وفك العزلة وربطها بباقي مناطق البلاد.
نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية صباح اليوم في نواكشوط ورشة تكوينية حول الضريبة على الصفقات العمومية، وتستفيد من هذه الورشة الهيئات الرقابية في المجال الضريبي والمالي. سبيلا نحو ضبط وتنظيم آليات العمل في النظام الضريبي للصفقات العمومية، التأمت الدورة التكوينية المنظمة من قبل سلطة تنظيم الصفقات العمومية لصالح ممثلي الهيئات الرقابية المالية والضريبية من أجل تعزيز قدرات الكادر البشري وضمان ضبط المعاملات وتجسيدا للإجراءات القانونية المتعلقة بالمجال. إنه لمن دواعي السعادة والسرور أن أستقبلكم في هذا الحفل الخاص بانطلاق الورشة التكوينية حول النظام الضريبي للصفقات العمومية لصالح لجنة مراقبة الصفقات العمومية وهيئات رقابة المالية العامة. والهدف من هذه الورشة هو تعزيز قدرتكم على أفضل سبل ووسائل الرقابة من أجل احترام وتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالنظام الضريبي للصفقات العمومية بشكل عام وبالقرض الضريبي على الصفقات العمومية الممولة من مصادر خارجية بصفة خاصة. تنظيم الدورة التكوينية يدخل في إطار تدعيم الهيئات الرقابية وتطويرها، حيث سيناقش المشاركون في الدورة على مدى 4 أيام السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل في النظام الضريبي والرقابي، كما سيتم في اختتام الدورة إعداد دليل إجراءات حول تطبيق النظام الضريبي على الصفقات العمومية من أجل تسهيل عمل كافة المتدخلين في قطاع الصفقات العمومية. افتتحت صباح اليوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب ورشة حول تعزيز الحكمة وتقويم التكوينات المهنية بالجامعة. تهدف الورشة إلى تطوير قدرات التقييم الذاتي للمنسقين التربويين للشعب المهنية وإعداد نظام مرجعي يمكن من تحديد الطابع المهني وجودة التكوين. يستفيد من دورة العمل حول وضع التنظيم الداخلي لتقييم التكوينات المهنية 25 أستاذا من منسق الشعب المهنية والخبراء في مجال الجودة من جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب. الهدف الأساسي لهذه الدورة هو تطوير قدرات التسيير الذاتي عند المنسقين التربويين للشعب المهنية وإعداد نظام مرجعي لتحديد الطابع المهني وجدوائيته. تكتسي هذه الورشة أهمية خاصة لصلتها بالتكوين المهني الذي يحظى باهتمام خاص من السلطات العليا للبلد، لما له من أهمية في دمج الخريجين في سوق العمل ولدوره البارز في عملية التنمية. إنني على يقين من أن هذه الورشة ستحقق الأهداف المنشودة منها والآمال المعلقة عليها. رئيس مشروع تعزيز الحكامة والتكوينات المهنية السيد باسكال ديران كاريي بيّن من جانبه أن التعاون الفرنسي يدعم جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب من خلال أنشطة مختلفة، من بينها مشروع تعزيز الحكامة المؤسسية والتكوينات المهنية الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة المؤسسية للجامعة والمساهمة في تحسين نوعية التكوينات المهنية بها. ويشرف على الدورة التكوينية المذكورة خبراء من المعهد الفرنكوفوني للحكامة الجامعية بدعم من مشروع تعزيز الحكامة والتكوينات المهنية التابع للتعاون الفرنسي. شهدت قاعة العروض بمقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم اختتام فعاليات الدورة التدريبية عالية المستوى الخاصة بحكام النخبة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح 30 حكما وطنيا على مدى 5 أيام. أشرف على تأطير هذه الدورة خبراء دوليون في مجال التحكيم. بعد 5 أيام من العروض النظرية والتطبيقية حول قانون التحكيم الدولي خاصة في مواده المتعلقة بحالات التسلل والجزاء وطرق إصدار الإشارات بين الحكم الرئيسي ومساعده وآليات تنفيذ المخالفات والتمييز بين حدة الأخطاء والسلوك غير الرياضي إلى غير ذلك من القوانين الجديدة المتعلقة بالتحكيم، اختتمت هنا في قاعة العروض بمقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم الدورة التدريبية عالية المستوى الخاصة بحكام النخبة والمنظمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ونظيره الإفريقي لصالح 30 حكما وطنيا. هذه دورة مفصول فيها، والدورة إن شاء الله ولا تعطي وكلها للحكام
ياك يبداو السنه الرياضيه تعود ان شاء الله في ياسر من النتائج. اختتام الدورة تميز بكلمة لنائب رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم السيد موسى والخيري، ذمنا فيها النتائج التي تمخضت عنها والانعكاسات الإيجابية التي ستخلفها خاصة على مستوى البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى، داعيا الحكام المشاركين إلى توظيف الدروس والمعلومات التي تلقوها طيلة أيام الدورة لصالح تطوير وترقية كرة القدم الوطنية. بدوره أشاد مسؤول التحكيم بمكتب التطوير الدولي في أبيدجان بمستوى المشاركين مثمنا ما تحلوا به من انضباط ومسؤولية خلال أيام هذه الدورة. الحفل الختامي للدورة التحكيمية عالية المستوى شهد توزيع العديد من الشهادات على الحكام الفائزين في ختام امتحانات الدورة وأخرى للمشاركين. ختام النشرة تذكير بالعناوين. بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يشيد بمستوى علاقات التعاون والأخوة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. توقيع اتفاقية قرض بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية مخصص لدعم مشروع الركيز الزراعي واستصلاح آلاف الهكتارات الزراعية في الحوضين. بلادنا تخلد اليوم العالمي لمحاربة السيدا، ووزير الصحة يؤكد أن مكافحة هذا المرض تحتل أولوية في الاستراتيجية الصحية الوطنية. ختام النشرة، إلى اللقاء.